موضوعنا لليوم كتير مهم عن الفيتامين دي. الفيتامين دي كتير ناس معرضة انه يصير في عندها deficiency in vitamin D. الليفل الطبيعي اللي موجود بالدم between 20 ل 50 نانو جرام بالمليلتر. لما بينقص عن العشرين فبيكون في عنا deficiency in vitamin D. شو بيصير لما بينقص عن الفيتامين دي؟ شو هو اصلا الفيتامين دي؟ الفيتامين دي بيساعد الجسم على انه يعمل امتصاص للكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفيت، وكتير مهم لانه نحن نضل بصحة عظام عضلات قوية. طبعا لما بينقص الفيتامين دي بصير في عنا العظام بتصير بريتل، بتصير سهل انه تنكسر او fracture of the bone، بصير في عنا weakness of the muscle، بصير ضعف بالعضلات، بصير في عنا اضافة لهذا الشيء انه الناس المعرضة بيكون في عندهم depression او anxiety، بصير في عندهم عوامل نفسية، قلق واكتئاب. لهيك كتير مهم إنه نحن ننتبه على مستوى الفيتامين دي بالهيومنز. الفيتامين دي الفعالة جسم الإنسان هي الفيتامين D3 وD2. كيف بنحصل على الفيتامين دي، أو شو هي الطرق اللي بتخلينا نحصل على الفيتامين دي؟ أولاً إنه نحن نتعرض بشكل كافي لأشعة الشمس، ممكن نتعرض لليوفي، ممكن إنه نحن نأخذ الإيج يوكس، صفار البيض، ممكن إنه نأكل الأطعمة السمك الفات مثل اللي عنا السالمون مثلاً، ممكن الريدس. اوكي، في عنا كمان اضافه لهذا الشيء مصدر كثير مهم هو البيف ليفر. فنحن نحاول بالاضافه للسن لايت نعتمد على التغذيه الصحيحه لحتى نحصل على المصادر الاساسيه للفيتامين دي. ما ننسى السبلمنتس، ما ننسى الفود يلي فيها عناصر الفيتامين دي المدعمه مثل السيريالز، مثل بعض الانواع من سم دايري فود، مثلا الاورنج جوس، السوي ميلك، هي كلها غنيه بالفيتامين دي. هلا شو بصير اذا نقص عنا الفيتامين دي عن المستوى الطبيعي بدم الانسان؟ بصير في عنا ضعف عام، اوكي، بصير ممكن اكتئاب، بصير ممكن قلق، بصير في عنا ضعف بالعضلات بالبون، هذا الشيء صرنا عارفينه. ولكن في شيء كثير مهم انه ممكن فبصير في عنا burning mouth sensation، بصير في عنا نشفان بالتم. اوقات patient بتقلك تمي عم ينشف او ما عارفانه ليش، فبيكون في عندها ممكن تفحص الفيتامين دي ديفيشنسي بالبلد عندها. اضافه لهذا الشيء انه هل له علاقه مثلا بانه يزيد الوزن او شيء؟ بعض الدراسات انعملت على هذا الموضوع، ما في شيء مثبت فعليا انه ممكن يزيد الوزن ولا لا. نصيحتي لكم اهتموا بالغذاء، الجبنه، المشروم، السبلمنتس، الاشياء اللي بتعينكم على الفيتامين دي اضافه لتعرض لاشعه الشمس. لا تنسوا انكم دائما تشيكوا على مستوى البلد ليفل اوف فيتامين دي 3 دي 2، تتأكدوا منه بالجسم. once انكم حسيتوا عم بيصير عندكم تعب، فتيق، ستريس، اكتئاب، عم تحسوا حالكم انه انتم ما لكم طبيعيين، you have to check it. خليها دائما باستمرار كل فتره وفتره، يعني ممكن كل 6 شهور كل سنه مره تشيكوا على مستوى الفيتامين دي. اذا كنتوا بالبلدان اللي قليل التعرض للشمس لا تنسوا انكم تضلوا محافظين على السبلمنتس ديلي يوز او الاسبوعيه او على حسب ما يوصف لكم الدكتور.